او ثلاثه بقى بيلعب اداؤه اساس مؤثر مع بالظبط، الفريق. يعني ده اللي انا ملاحظه الفتره الاخيره. فاعتقد ان هو يبقى موجود في ناحيه الشمال، مع ان هو على عدلته ناحيه اليمين، لكن طبعا اكيد مستر كاردونا هيلعب بحموده، ومش هيلعب حمودي بحمودي، مش صلاح محسن. طبعا هيبقى في هل ضغط. هيبقى العبء اكبر على اللاعبين اللي حتى في الناحيه الهجوميه بس عندهم قدرات دفاعيه زي اسلام محارب؟ هيبقى عليهم العبء الاكبر في المباراه دي اللي ممكن تكليفات الجهاز لهم تبقى كتيره شويه في اللقاء هو الجاي. مفيش شك ان هيبقى في عبء كبير جدا على لعيبه نص الملعب والاطراف المهاجمين، لكن هو تعود. يعني انت متعود، انا زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، اسلام محارب من النوع اللي بيعرف يدافع ويهاجم، وليد سليمان بيعرف يدافع ويهاجم، حسام عاشور والسوليه عندهم توازن، بيعرفوا يوازنوا الامور، امتى يزيد وامتى ما يزيدش، السوليه امتى وهم يروح. موزعين يعني الادوار شفنا بينهم، السوليه بيجيب الجون ازاي، امتى راح، ويمكن ده اول ودايما مره تشوفه. الهاف ديفندرز يا كابتن ياسر واحد منهم بيكمل في الهجوم وواحد هو اللي عامل يمكن حسام عاشور العمق الدفاعي الثابت في هو نص اللي دايما الملعب. بيعمل العمق الدفاعي، وتحركات الوعي والثبات اللي في نص الملعب، بيعرف يتمركز بشكل كويس. غير كده كورته سهله، لما بيقطع بيعرف ازاي يسلمها للناس اللي يبداوا الهجمة الهجوم، الناحيه الهجوميه. السوليه ممكن عنده حته شويه، يعني ايه، ان هو ممكن يقدر يخش ال 18 لكن مش بشكل كبير، يمكن هو عملها مره او مرتين الماتش اللي فات، منها الكره اللي جت جول. شايف الاربعه اللي ورا هيبقى لهم طبعا مع الشناوي عبء كبير. احنا عارفين الشمال افريقيا كله مميزين في الحاجات العاليه، مع ان ده احنا ما شفناهوش في المباراه الاولانيه بشكل 100%. كان يمكن الضربات الثابته ما كانتش مؤثره بتاعتهم. اخطر فرص الترجي لو في فرص تذكر في هذه المباراه كانت تسديدات على المرمى بالظبط او تسديده في العارضه، بالظبط، لكن ما كانتش الحاجات كرات العرضيه عرضيه اللي خطيره. احنا متعودين اساسا ان هم مميزين جدا فيها في الضربات الثابته، الكورنر او الفاول، ما كانتش موجوده. والحمد لله احنا طبعا عندنا تعاملنا معاها كمان الدفاع بشكل بالظبط. كويس. يعني عايزين نقول ان احنا الشناوي مديك طمانينه، طوله برضو، تركيزه في الطلوع وفي وان هو يمسك الكوره او يعملها بوكس، دي حاجات برضو بتفرق في المباريات زي سعد وكوليبالي. مساكين، التوقيت، الكرة العالية ممتازين فيه، حتى على الأرض بيعملوها بشكل كويس. طبعا هاني من اللعيبة كويسة جدا، الباكات الواعده في المستقبل ان شاء الله، ومن الباكات اللي بتعرف تغطي من الناحيه تعمل العكسيه تغطية كويس. صح. وايمن بحكم ان هو بيلعب مساك وباك ليفت، فهو بيقدر يعمل حته التغطيه دي بشكل كويس. يعني طيب الترجي، طريقة أداء فريق الترجي ونقاط القوة وأيضا القصور اللي ممكن استغلاله في صفوف الترجي حسب ما شفت في المباراة اللي فاتت. أنا حسب ما يعني المباراة الأولانية دي، يمكن مش بالنسبة لهم، أنا أعتقد إن هم مش هيكرروها، لأنها طب ما بانش حاجة خالص لفرقة الترجي، سواء هم كان في شوية عشوائية في الناحية الهجومية، ده خلاف ان خط ضربهم وحش، لكن بحكم ان هم بيلعب في ملعبه وبيلعب النهائي وفي وسط جمهوره، فهيبقى في اندفاع للناحية للهجوم. الهجومية بشكل كبير. وده اكيد احنا يعني اكيد مستر كاردونا عامل حسابه في الموضوع ده. لكن هم ما عندهمش اللعيب اللي تقلق منه قوي، يعني اللي هو فردي عالي قوي اللي هو كلاعب، فردي امكاناته ممكن الفرديه عاليه يعمل لك قوي. مشاكل، لان طبعا الحاجات العاليه زي ما احنا متفقين عندنا الحمد لله، الحته الدفاعيه في النواحي العاليه دي هنبقى ممكن يكون افضل عناصر الفريق، يعني اللي كان بيقال الفتره اللي فاتت من اراء كتير جدا ان هو طه ياسين، بس ما كانش في افضل حالاته ما كانش في المباراه باين اللي في فاتت. الماتش الاولاني، ما ظهرش حقيقي في الماتش الزوادي هو اللي فات كان افضل واحد في في المباراه، الملعب. ومع انه ما كانش فيه خطوره كبيره على الجول، لكن بحكم ان هو جاب الجون، وبحكم ان هو لمس كام كوره كده في الناحيه الهجوميه، خد كام ضربه ثابته يعني. لكن زي ما قلت حضرتك ان ما فيش، يعني هم ما لهمش ملامح تقدرش تحكم عليهم من المباراه اللي هنا، لا الماتش هناك هيبقى مختلف تماما. يا يعني متوقع انهم يبداوا باندفاع هجومي جديد، ولا برضه ده مليون هيبقوا المية، عاملين حساباتهم لقدرات النادي الاهلي فهيبقوا لا متوازنين؟ ده مليون المية هيهاجموا بشراسه كمان يعني. عشان كده انا كنت بفضل الناس اللي تبقى على الاطراف، ناس عندها سرعات عاليه، لان مجرد ما هتقطع هتلاقي عايز مساحات، تعمل مرتده سريعه هتلاقي جدا. مساحات كبيره في خط الدار، خاصه ان هم الباكين عندهم بيزيدوا على طول، بيزيدوا، فهتلاقي المساحات، وعندنا الاثنين اللي في القلب ما بيقدروش يعملوا حته تغطيه مين كويس. افضل عناصر الاهلي اللي تقدر تعمل دور في الهجمه المرتده بشكل مطلوب في المباراه دي؟ عندنا عنصر طبعا بنفتقده قادر يعني بيأدي الهجمه المرتده عشان سرعته بشكل رائع، هو ازارو مش موجود في المباراه دي. بنتكلم مين تاني اللي ممكن تعتقد ان هيعتمد عليه من الجهاز الفني في المباراه؟ انا شايف صلاح محسن، يعني من مركز على صلاح، لا شايف ان اصل هو ضروري في المباراه دي. هو الفتره الاخيره كمان مديك الحق ان هو ممكن يلعب، يعني ممكن يبدأ. الموضوع بالنسبة له هو ولد صغير، لكن عنده زي ما احنا قلنا ايه، خبرات
تأهله ان هو يبدا مباراه وعنده شخصيه وعنده ثبات انفعالي بيقدر يتصرف في الملعب وعنده الحماس ان هو ان الفرصه اللي بتجيله بيستفيد بيها بالظبط كده يعني. طبعا عندك وليد ما فيش شك ان هتقدر تستغله في الحاجات دي كويس ان احنا مجرد ما بنقطع عيننا على وليد لان وليد هو اللي هيبدا يوزع للناس المهاجمين الحته اللي قدام. وطبعا اسلام محارب من اللعيبه كويسه لكن السرعات عنده مش عاليه زي شريف. لكن طبعا انا شايف وجهه نظر يعني ان حموده واسلام محارب هم اللي هيبداوا اطراف زي ما بدا مستر كاردون هنا في الماتش الاولاني. طيب كابتن ياسر لما كنتوا بتواجهوا فريق وانتوا متفوقين هنا في القاهره في تونس او الجزائر او المغرب كنتوا بتلعبوا بنفس الطريقه انتوا مجموعه نجوم وعندكم قدرات ولا بيبقى في حسابات مختلفه خالص للمباراه اللي خارج ملعبك؟ لا احنا مبدئيا بننسى المباراه الاولانيه بنروح على اساس ان احنا رايحين نكسب مش رايحين نتعادل او يحصل اي نتيجه تانية. لا احنا بننسى اول حاجه ان اللعيبه بتنسى المباراه الاولى ما حصل فيها مشاكل مش مشاكل هتعتبر انها مباراه واحده ان هي مباراه واحده ان هي النهائي هناك واحنا الحمد لله بنقدر نتعادل نتعامل في الموضوع ده بالخبرات اللي موجوده عندنا وخبرات طبعا الجهاز الفني اللي موجود يقدر يدير مباراه زي ديت يعرف يديرها ازاي. يمكن انا زي ما بقول لحضرتك ان هو لو استغل الاندفاع الهجومي بتاع الترجي الماتش هيبقى صعب على الترجي بشكل كبير جدا هناك خاصه ان هو في وسط جمهوره هتقدر تعصبه بسرعه. الموضوع اللي كانوا بيستعملوه او بيستخدموه ضد فرق المصريه او النادي الاهلي هيبقى سلاحك انت ضدهم ان هم اللي مضغوطين اكتر هم هيبقوا مضغوطين اكتر فالعصبيه هتبقى اعلى. احنا عارفين ان هم لما بيتعصبوا فعلا الموضوع هيفك منهم خالص وهيبقى الماتش بالنسبه لنا سهل. طيب هل تفتكر بعض المواقف او المباريات اللي الجهاز الفني كلفكم فيها انكم تفاجئوا الفريق التاني بهدف ولا ده بيبقى متروك لظروف المباراه ولا بيقول ان انا في التلت ساعه الاولى النادي اللي هيهاجمني على ملعبه متوقع ان انا ارجع واعمل زون ديفنس انا هفاجئه بان انا هعمل هجمات كتير في ربع ساعه يحاول احرز هدف والخبط له حساباته خالص؟ لا هو طبعا احنا مفيش تحديد معين او وقت معين انك تحرز فيه هدف لكن انت كل اللي بتاخده من المدير الفني ان احنا نازلين نلعب على المكسب لازم ابقى حريص ان انا ما يجيش فيها جون اهم حاجه بعد كده افكر ازاي اجيب جون ازاي ما اخليش الكوره تبقى في رجل الخصم فترات طويله ازاي اضغط دي اللي كل النجوم بيتكلموا عنها ازاي اقدر اضغط الاستحواذ بيفرق كتير جدا مع الفرقه بس المهم جدا لما 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 يبقى في استحواذ يبقى في فعاليه على المرمى يبقى في ترجمه للاستحواذ ده مش مجرد ان انا ماسك وما يبقاش عند منطقه الشناوي بالظبط وما يبقاش في نص ملعبي لا يبقى في نص ملعب الفرقه الثانيه او الخصم. اعتقد ان احنا يعني قادرين ان احنا نخلي احنا اللي نسير المباراه في النهائي مش الترجي لان زي ما قلنا ان هم هيبقوا مشحونين شحنه زياده انت خسران وبتلعب نهائي وفي ملعبك ووسط جمهورك وبرضه عامل حساب انك بتلعب فرقه كبيره عندها خبرات طبعا الفريق عنده خبرات يعني وعنده فرقه كبيره واحسن فرقه في افريقيا ويعني وبطولات الدنيا كلها عند النادي الاهلي فمش معقول انك مش هتبقى عامل حساب لا هتبقى خايف لكن اندفاعك هيغلطك بس متوقع كمان حسب كلامك كابتن ياسر حضرتك بتقول انك متوقع ان الاهلي ان الترجي يبقى حتى حريص يعني يبقى اندفاعه الهجومي حذر شويه لانه عارف النادي الاهلي قدراته عاليه ومش هيقدر يفتح الملعب بشكل كامل. مفيش شك ان هو لازم يبقى حريص لكن مش هيغامر بدرجه كبيره قوي قدام الاهلي. ما هو هيغامر ليه؟ هيغامر لان الحماس زياده والشحنات اللي هي شغاله بقى لها فتره دي هتخلي اللعيب نازل يعني في مستعجل التعادل يعني مستعجل فدي في دي في صالح النادي الاهلي في دي ان انت ممكن في اللحظه دي تقدر تخطف الترجي هناك وتصعب الامور وتنهي المباراه بدري يعني. طيب لو بتقدم نصيحتك للاعبين في منهم اصحاب خبرات وفي منهم للمره الاولى بيلعبوا نهائي بطوله بحجم دوري الابطال الافريقي ايه حسب ذكرياتك يا كابتن ياسر مفاتيح الفوز في المباريات اللي زي دي؟ ايه الحاجات اللي كنتوا دايما لما بتلتزموا بيها كنجوم في الفريق سواء بتكليف من الجهاز الفني او باجتهاد منكم كمجموعه لعيبه اصحاب خبرات كانت بتكسبكم مباريات صعبه زي دي؟ يمكن انا سمعت زميلك بيقول ان في اعداد فرديه وجماعيه يمكن دي من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها برضه دي الخبرات. ما انا حسام عاشور لما يقعد مع هاني ومع سعد ما هو بيقول له عنده حصيله من المواقف فبيحكي له مر بيه بيحكي له على ضوء المباراه اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل ايه اللي هنعمل ايه هنبقى ازاي هنبقى شكلنا عامل ايه. اعتقد ان نسيان المباراه الاولى ده اول عامل. تاني حاجه الهدوء داخل الملعب مش الاسترخاء الهدوء التفكير دايما في المكسب حاجه ايجابيه دايما انك بتلعب على المكسب الرجوله والاجتهاد والتركيز
والالتزام بالتكتيك بتاع المدير الفني. دول اهم عوامل تقدر تشتغل بيهم على المباراه النهائيه عشان تقدر تعدي المباراه بسهوله. طيب والنصايح اللي ممكن توجهها للاعبين لمواقف مريتوا بيها وتعلمتوا منها، انه حاجات لو حصلت في المباراه دي من لاعبي الاهلي بتبقى النتيجه عكس ما نرجو يعني. لو هو جرك للعصبيه او بدا ينرفز وده هتحصل، ازاي احنا بقى نتفاداها؟ هي دي خبرات الناس الكبيره والجهاز الفني اللي موجود قبل المباراه، زي ما احنا شفنا كده ان في الاعداد دي. اهم حاجه ما تخليش اللاعب اللي قدامك عايز لعيبه الاهلي ما ندخلش في حوارات مع الحكم ولا مع لعيبه الترجي، ما ندخلش في حوارات جانبيه في المباراه خالص. يا استاذ محمد الموضوع باين يعني بعد القرارات اللي اتخذت دي، الموضوع باين ان في سنة ميلان للترجي من الاتحاد الافريقي، او مش عايزين يعني برضو يعني نوعا ما محاولة ترضيته بشكل او اخر يعني. احنا دي رياضة في الاول والاخر، وبعدين دي للتعارف ويحصل البطولات بعد كده، بس هي في الاول تعارف. احنا بنتعارف، لنا اصدقاء في تونس ولنا اصدقاء في الجزائر والمغرب، لنا اصدقاء في كل حته لحد الان، وتاريخ تعامل الناديين مع بعض، لاعبين وجماهير ومسؤولين، تاريخ نهاية جميل يعني. مش نهايه كره القدم بين تونس ومصر، لا ده لسه في اجيال يعني، واجيال واجيال يبقوا عندهم حذر شديد جدا من ارتكاب اي اخطاء في اي اخطاء بره الكوره يعني، بره الاداء الفني يعني. ما تخشش في حوارات شد وجذب وكلام، ما تفقدش اعصابك في اي موقف بالظبط، ما تخليش يشتت تفكيرك جوه الملعب، لا انت خليك مركز في حاجه واحده، ان انت عشان لو وجد بشكل او اخر اي تحفظ ضدك محدش يقدر يستفز. بالظبط كده، ما تخليش حكم يستفزك، ما تخليش جمهور يستفزك، ما تخليش لعيب جنبك يستفزك، لا كل الحاجات دي لازم خليك لعيب محترف بالظبط 100% يعني. في المباراه دي اشتغل بالصفاره، الحكم امتى اقف وامتى امشي كله بالصفاره، اقفل ودانك، تركيزك مع المدير الفني والتعليمات اللي بتاخدها من بره، التزامك بالتكتيك او الخطه اللي معموله، ده هيبقى سر النجاح ان شاء الله النادي الاهلي. هل القياس بين الفرق في المغرب العربي او شمال افريقيا هم شبه بعض في طريقه الاداء، ولا في طابع للفرق التونسيه مختلف عن ذكرياتك مع المواجهات مع فرق الجزائر، مختلف عن الفرق المغربيه؟ لا، ولا في مدرسه مشتركه بينهم في الاداء؟ هو في مدرسه مشتركه، لكن يمكن التوانسه اهداهم، لكن الجزائر والمغرب يمكن بيبقى الموضوع اصعب شويه، في عصبيه اكتر من ناحيه بعض الاراء كانت بتقول ان امهر المدارس دي في الكوره اللي بتواجهنا دايما او بتواجه فرقنا كانت المغرب، ان احرف لعيبه دايما بيواجهوا الاهلي يعني، او حتى تونس كنا بنقابلها على صعيد المنتخب يعني، كنا قليل لما بنخسر يعني، تعادل يا بنكسب. لكن حتى فرق المغربيه تلاقي الدريبلينج والمهاره عند عدد من لاعبيها اعلى لكن لكن تونس ايه ميزتهم عن باقي الفرق اللي بتواجهها؟ لا تونس يمكن هم برضو من النوع اللي هو بيحب يلعب كوره، ومش عصبي بالدرجه اللي هي برضو تخليه يفقد تركيزه 100%. يعني اعتقد ان الموضوع هيبقى، وهم كمان اهدى يعني، الفرقه التونسيه في المواجهات ده اللي انا اقصده يعني، اهدى شويه في الالتحامات من الفرقه الجزائريه مثلا، التانيين اللعب لا شويه، التاني ممكن يضربك من غير كوره، ممكن يشتمك، ممكن يعمل حاجات، في حاجات كتير بتوتر يعني، جو بتوتر اللاعب كمان داخل. لكن بيقال ان دايما مواجهاتنا مع الفرقه التونسيه مواجهات جميله كره قدم يعني، حتى لو فيها ممكن احتكاك او موقف او اثنين في الملعب. موضوع الشحن اللي حصل اليومين دول، واحنا يعني للاسف بعض الناس عندنا هي ساقط وراء يعني، استجابت الموضوع في الاول والاخر مباراة ونهاء افريقيا زي 100,000 يعني، متعة كرة قدم بالظبط، احنا عايزين نستمتع وهم اكيد عايزين يستمتعوا بجمهورهم، وكل واحد عنده حق مشروع ان هو عايز يكسب، بس بالاسلوب الصحيح والطبيعي، مش بحاجة تانية يعني. لكن توقعك انه في الغالب انه في تركيز حتى من المسؤولين في الاشقاء في تونس ان الدنيا تخرج بشكل كويس والمباراة تمشي بشكل اكيد يليق بالاهلي وبالترجي كمان وجماهيره وملعبه؟ مفيش شك، اكبر دليل ان احنا شايفين البعثه الحمد لله كل حاجه تمام، متامنه كويس، مرتاحين، فندق محترم، ملعب كويس بيعملوا التمرين بتاعهم فيه، اكيد الناس دي الموضوع كبير، مش موضوع اتنين بيخشوا يتشاتوا مع بعض على التليفون او على الفيس، ده يشتم ده يحمس ده ويعمل ده، لا الموضوع اكبر من كده، ده دولتين يعني، وبعدين دي تاريخ كبير وسجل بطولات وحاجه ذكريات بتستمر وتبقى، ما ينفعش تنتهي في مباراه كره القدم يعني. اكيد. طيب كلمه اخيره في ختام الحوار ده كابتن ياسر، لو بتفكر توجه رساله توجهها لمين، اذا كنت عايز تقول حاجه للجماهير المصريه او التونسيه او حاجه يعني اي رساله حابب توجهها لنجوم فريق الاهلي او للجهاز الفني تقول ايه؟ اولا هو مباراه كره القدم المفروض والطبيعي ان هي ما تخرجش عن مباراه كره القدم، شجع فرقتك،
اتمنى لها الفوز، لكن ما تخرجش بره اطار ال ان هو كره قدم. يعني احنا ما تحملوش الامور يعني الموضوع ما تعملوهاش ازمه كده بالظبط. يعني بالنسبه لجهازنا ولاعبتنا انا واثق 100% ان هم هيقولوا حاجات كتيره جدا احنا ممكن ما نعرفش نقولها لان هم اضرب بظروفهم هناك، لكن اتمنى لهم التوفيق، الهدوء، التركيز، ما تطلعش بره التركيز، خليك مركز في البطوله. 9-9 تسع بطولة. أنا يعني والله أعلم، يعني أتمنى، أنا متوقع إن شاء الله نلعب مباراة أفضل من اللاعبين. أنا شايف كده إن إحنا هنكون أفضل هناك بإذن الله، لأن هم هنا كانوا متحفزين شوية. كان الضغط كمان على الفريقين في البداية، يعني دلوقتي ضغط أكتر. وكان في حرص شديد منهم في بداية المباراة قبل ما نحط الهدف الأولاني. هناك هيبقى في مساحات وهنقدر إن شاء الله اللعيبة بتاعتنا قادرة، لأن اللعيبة بتاعتنا إمكانياتها أعلى من اللعيبة بتاعتهم، فأنا واثق إن إحنا إن شاء الله هنعديه بسهولة. ده غير إن كان في تكافؤ فرص فنيا وبالأرقام في المباراة الأولى، الفريقين بيبدأوا من نقطة الصفر في اللقاء. بالزبط. دلوقتي بالحسابات وبالأرقام الأهلي بادئ وهو متفوق بهدفين. بهدفين. والأهلي فريق عنده خبرات، فيقدر يعني يخلي ده لصالحه. بالظبط. هو كمان خايف يخش في جول، يعني هو لو دخل في جول خلاص الموضوع انتهى. فاعتقد ان الموضوع ان شاء الله، يعني بالنسبه لي انا واثق ان شاء الله. انا مستسهل المباراه يعني. لا مش عايزين ننقل ده لحد كشخص يعني. من خبراتك كلاعب، خبرات ان الماتش ان شاء الله هيكون سهل بالنسبه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي. وان شاء الله يعدي بشكل محترم يليق بالدولتين مش بالنادي الاهلي بس. اتمنى لهم التوفيق طبعا ويفرحونا، واحنا كل ست سنين هي البطوله بتاعتنا يعني. متفائل ان شاء الله ان احنا هنرجع تاني. بالنسبه لك بتمثل حاجه كبيره كابتن ياسر المشاركه في